أهلا وسهلا بكم من جديد في قناتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوصفة ديال اليوم فهي ماشي وصفة، وإنما هي الطريقة كيفاش تلويو البسطيلة. هاد البسطيلة هادي ديال اليوم هي البسطيلة ديال الحوت. من بعد إن شاء الله وغادي نخلي لكم وندير لكم فيديو ديال العمارة ديال البسطيلة ديال الحوت بوحدها ديال فواكه البحر، والعمارة ديال بسطيلة ديال الدجاج عاوتاني بوحديتها اللي هي قبل سبقت ليا وصايبتها معكم باش عمرت البريوات. فهنايا هاد الورقة غادي نوريها لكم، حتى الورقة اللي استعملت في البسطيلة كتجي ناجحة جدا وموجودة في أوروبا في المحلات الآسيوية والمغربية والتركية. والطريقة ديال التزيين ديال البسطيلة باش غادي نزينوها كل واحد له الاختيار، أنا غادي نقترح عليكم. والطريقه باش غادي تطيبوها اللي كتعطي القرمشه، فخليكم معايا حتى الاخير باش تعرفوا المزيد من التفاصيل. فهنايا باش غادي تلويو البسطيله غادي تحتاجوا لهاد الورقه هذه اللي كتشوفوا، كيكون فيها 40 حبه من هذا الحجم. هذا اللون ديالها كيكون خضر، هانتوما الباكيه ديالها كتكون خضراء باش تعقلوا. هنايا كنحاول نفصل دوك الوريقات، طبعا دائما كنبقاو مغطينهم وكنبقاو مخليين الباقي في الميكا ديالها هكا باش ما كتشرقنش لينا وما كتيبش وكتبقى طريه. هنايا انا استعملت في كل بسيطله صغيره 3 ديال الوريقات، نتوما لكم الاختيار، حتى جوج راه هما كافيين بالنسبه باش تلويو البسطيله. انا درت 3 هكا يعني جاوني زوينين، ولكن ممكن ديروا جوج. هنايا كتاخذوا داك الطويجن، راه شفتوه داير بحال الزليفه، نتوما شوفوا الزلافه اللي غادي تواتيكم. ها نتوما كندهنوا الورقه، راه الاساس في هذه الورقه باش تجي مقرمشه خاصكم تدهنوها ودهنوا ديك الصفيحه هاد الزليفه هذه. انا عندي تما زيت البلديه، تقدروا ديروا حتى الزيت ديال نوار الشمس. هنايا نتوما كتشوفوا كندهن بالشيتا الجناب. هنايا غادي نحاول ندير العماره اللي كافيه، نتوما على حسب عاوتاني واش بغيتوها تكون عامره مزيان، واش بغيتوها تكون يعني شويه يعني طبقه خفيفه. انا كتعجبني عامره مزيان. هانتوما كنحاول نوزع ديك العماره. هنايا غتجي المرحله ديال الطي، غادي نحاول نطوي، وفي كل طويه كندهن ديك الوجه ديال الورقه. باش علاش؟ اولا ديك الورقه كتكون مازال طريه كتلصق لينا بالزيت على الوجه الثاني. ثاني حاجه ملي كنجي نطيبها كتعطيني القرمشه من الداخل، كتكون شابعه زيت يعني كتكون فيها الزيت. فممكن ديروا الزبده ولكن غادي تكلفكم بزاف يعني الا جيتو ديروا الزبده. فهنايا كنحاول نطوي مزيان، التنيات يكونوا ماشي مخمزين يعني ما يجيوش مخبزين، يجيو مقادين مزيان. ها نتوما كيف ما كتشوفوا نحاول نكمل في كل طويه ندهن. هنايا طبعا كيف ما كتشوفوا خديت الورقه الثانيه. الورقه كتكون يعني الطريقه باش مصايبه مربعه. هنايا ملي كندهن ديك الوسط ديال الورقه كنحاول نكفيه على كيف ما كتشوف في الفيديو، كنكفيه على داك الوجه الاخر. وهنايا كنبدا الطي عاوتاني. كما قلت لكم راه جوج ورقات كافيين، انا بالنسبه ليا درت 3 الورقات يعني باش كنت مرتاحه، ولكن جوج ورقات راني جربتهم كانوا كافيين. هنايا كيف ما كتشوفوا كندهن الورقه دوك الجناب ديالها، هي راه كدهنوا لها الوجه كامل. عاوتاني ملي كتجيو تطويوها نتوما كتطويو وانتوما كدهنوا، اولا كتلصق لكم بالزيت، ثانيا كتعطيكم القرمشه فاش كتجي تطيب. هذا هو السر ديال النجاح ديال هذه الورقه هذه. بزاف ديال الناس سولوني واش غادي نصايبوا بها البسطيله، كنصايبوا بها البسطيله. بزاف ديال الناس سمعت بان لا راه البسطيله ما كتجيش زوينه، كتجي عيانه بهاد الورقه، كتجي رائعه جدا يعني خذوها مني بالتفصيل. البريوات كذلك، البريوات ما كندهنوهمش لان البريوات ما كيجيوش طبقات ديال الورقه، حيت هما البريوات ملي كتلويو مثلثات باش كديرو باش كتخشيوها في الاير فراير، كدهنو قبل ما كتدخلوها في الاير فراير اولا الفران اولا اللي كتبغى تقليها مزيان. ولكن البسطيله ما كتقلاش،
البسطيله كدير في الفران اولا الاير فراير، ولكن باش دار في الاير فراير ولا الفران خصها تكون دهونه من الداخل ومره، لان هي كتكون طبقات ديال الورقه. شوف هانتوما درت انايا الورقه الثالثه كيف ما كتشوفوا، غير تبعوا المراحل اللي كندير انايا وغادي تصدق لكم رائعه جدا. راه سبق ليا ودرت لكم الطويه ديال ديال البسطيله بسيطله صغيورين ديال الدجاج والطريقه ديال التزيين ديالهم. فهنايا فاش تبغيو تحتفظوا بهم في المجمد، راه ممكن تصايبوهم بحال هكا وتحتفظوا بهم في المجمد. ملي كتجبدوهم من المجمد كتخليهم يذوبوا على خاطرهم وكتعاودوا تدهنوا لهم غير الوجه، لان من الداخل تيكونوا فيهم الزيت مزيان. غادي تحاولوا تلويهم في الميكا وديروهم في واحد الطاسه اولا في واحد البلاصه اللي ما يعني ما غاديش يعوجوا فيها. والطريقه ديال الطياب يعني الفران اولا الاير فراير تيكون مسخن على درجه 160 درجه هكاك يعني متوسط، ومني كتجيو تبغيوهم يعني باش هنا 160 كتقرمشهم من الداخل، والتحمر كيحتاجوا 200 حتى 180، من 180 حتى 200. هذا هو الطريقه ديال الطياب. الطريقه ديال التزيين هنا لكم الاختيار، يا اما كتزينوا بالكروفيت من الفوق او لا قطع ديال الحامض. بحال انايا اخديت واحد داك العويد ديال السنان ودرت فيه واحد روليت واحد الشريحه ديال الانشوفا اللي هي الشطون او البقرونيس، كيكون مقدد يعني مملح ومشمش. لويته كيف ما كتشوفوا وخشيتو يعني من بعد ما خشيت قطع ديال اولا شرائح ديال الحامض في داك العود وخشيت من الفوق هكا داك الرول اولا داك الملفوف ديال الانشوفا اولا بقرونيس مقدد لي زونشوا. وبالنسبه للصلصات كتقدروا يا اما مايونيز كترفقوهم بالمايونيز والكيتشوب بالنسبه للناس اللي بغاو يختاروا اللي بغاو، اولا كديروا واحد الصلصه حاره حتى هي راه كنت سبق ليا وحطيتها لكم ديال الصوجا اولا ديال الهريسه، المهم دابا نحطها لكم في نهايه الفيديو. بالنسبه للعماره ان شاء الله غادي تنتظروا معايا فيديو جديد نحطه لكم في اخر الفيديو. كنتمنى الفكره ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وشكرا، السلام عليكم.